وارسل المديح إلى الفردوس وامدح ربي. بسم الآب والإب والروح القدس إله واحد أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجس بسبورتينج تقدم لكم عظة الجلوس عن يمين الآب للأب القمص بيشوي كامل. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا الحقيقه كنت عاوز ابتدي معاكم في حياه المسيح، لكن غصب عني كده مش هبتدي في حياه المسيح، لان بصوا يا اولاد، يعني الواحد بيحس غصب عنه في الكنيسه، غصب عنه صدقوني، غصب عنه انه مرتبط بالكنيسه دي بتاعتنا. عجيبه جدا، يعني فتره القيامه كان بسهوله بكلمكم عن ايه؟ عن القيامه، لكن لما المسيح صعد للسماء اختياري كل فكرنا دلوقتي لازم يكون فين؟ في الصعود. والسؤال اللي كنت بتسألوه لأبونا، ازاي الواحد يقدر يجذب الناس؟ ما ينفعش يجذب الناس. لا دلوقتي تقول يا ولاد النهارده عيد صعود السيد المسيح له المجد بعد 40 يوم، وتيجي حاكي الايه؟ الحكايه هي حدوته؟ مش حدوته. انت لازم تكون عايش الايه؟ الصعود، يعني لازم يكون تركب لك جناحه وطرت السماء وصعدت ونزلت عشان تحكي لهم الحكايه دي. لكن بيني وبينك، هو اللي اصاب المسيحيه الكارثه اللي اصابتها في الغرب حتى دلوقتي، ليه المسيحيه بتضعف؟ لان بيتكلموا عن قصص، زي مثلا تكلم عن قصص بطل من الابطال، وفي ناس خرفوا وقالوا المسيح هو بطل من ضمن الناس اللي بيكتبوا عليهم الايه؟ مؤرخين. لكن لا، لما تتكلم عن، مش اوعى تتكلم على حاجه ما شفتهاش. انت شفت الصعود؟ انت صعدت السماء؟ انت صعدت السماء، مش من حقك تتكلم عن الصعود، والا بيني وبينك تبقى انت ايه؟ يعني ايه؟ نصاب، لانك بتتكلم على حاجه لا شفتها ولا عرفتها. من حقك تتكلم عن الصعود؟ من حقك تتكلم عن الصعود. لكن الحياه المسيحيه بتاعتنا، نشكر المسيح ان هي بتدي اقل واحد اختبار، مش لازم نركب لك الجناحه ونطيرك في الايه؟ في الهواء عشان تكون اختبرت الايه؟ الصعود. صح ولا مش مظبوط الكلام ده؟ انا بكلم يعني في العشيه مثلا على ان الصعود المسيح اصعد الايه؟ مين كان حاضر؟ اصعد الكنيسه وقعدها عن يمين ايه؟ الاب. طب انتوا قاعدين فين دلوقتي يا اولاد؟ عن يمين الاب. مآمن بالكلام ده ولا مش مآمن؟ مآمن، ولازم تعيش. ومن يوميها انت عرفت الايه؟ الاب، لان هو كمان بعثر الموعد بتاعه اسمه موعد الايه؟ معلمنا لوقا قال كده، ارسل لكم موعد الايه؟ الاب. ومين اللي راح يبعثه؟ المسيح. وما كانش يقدر يبعثه الا لما يعمل صلح بين ايه؟ الناس اللي هنا وبين ايه؟ بين الله. وابتدت الناس اللي على الارض تحس ان لهم اب، حتى يقول لهم كده في صلاته الاخيره ايه؟ لن اترككم ايه؟ يتامى. اذا كانوا بيني وبينك، بيني وبينك الانسان اللي ما عرفش ربنا ده اب يبقى ايه؟ يتيم. يتيم ولا مش يتيم؟ هذا اللي انا اقصد اقوله لك، يعني ان انا لما اتكلم النهارده على الصعود، وطبعا احنا ككنيسه اورثوذكسيه، لما انت تتكلم يقول لك في انحرافات بروتستانتيه وفي انحرافات كاثوليكيه، احنا مالنا ومال الجدل ده؟ وانا هنقعد نناقش. لكن الارثوذكسيه عباره عن ايه؟ حياه. يعني مثلا ان انت تبقى مقيد بروح ربنا وانت في فتره الصعود كده، انت مش قادر تتكلم غير عن صعود ايه؟ ربنا، لان انت عايشه، مش كده؟ لكن ممكن تيجي في عيد الصعود كده وتتكلم اي موضوع مثلا عن اي حاجه، يعني اي حاجه، وده يبقى تمام. ده العيال حتى في مدارس احد المفروض ما يعيشوش غير في الايه؟ الصعود. ومشكله ضخمه كبيره جدا اسمها منهج مدارس احد. وكل يوم واحد يضرب لي تليفون من مصر، ولا واحد يجي يقول لي ما عندكمش منهج في مدارس احد كويس، احسن منهج اللي عندنا بقى ايه؟ قديم شويه. انت عارف زي عاوز اقول ايه؟ زي بيني وبينك يعني الانجيل بقى قديم شويه، شوف لنا حاجه جديده. المساله مش مساله منهج، لان الخادم نفسه هو الايه؟ هو حياته، هي المنهج. انا مش بقول لك كده عشان انت تطلع لي بمنهج لوحدك، لا، لكن هي الكنيسه هي المنهج بتاعنا، صح؟
يعني احنا لما لو احنا سبناك ان هو مروحناك في البيت وعايزك جوه الكنيسه هنا جبنا لك تاكل مثلا، ترضى تشتغل فراش مثلا؟ شغلانه كويسه دي احسن شغلانه على فكره، احسن من اسفي، بس تكون فراش تاكل وتقعد هنا في الكنيسه ليل نهار، تكنسها يا دوبك وتقعد بقى تعمل التسبحه وتطلع القراءات بتاعه اليوم وتعيش العيشه دي، تطلع شكلك ايه في الاخر؟ تطلع راهب، تطلع كنس. مظبوط. كان معانا واحد بره في لسان دي، وبعدين ايه؟ هو كان حتى يعني بعيد شويه عن الكنيسه دي، وقف يوم الايام اعترف ان هو قصد الحته الكنيسه، هو كان بيعمل ماجستير مهندس هو في اكبر جامعه في امريكا كلها، ومعروفه ان اصعب جامعه اللي هي بتاعه برنامج ابولو دي بتاعه الرحله المريخ ده، جامعه فظيعه جدا، يعني عدد الطلبه مثلا اللي هم بيدرسوا بكالوريوس هندسه 100، لكن اللي بيدرسوا دكتوراه حوالي مثلا 500، يعني عكس هنا مثلا. معروفه ان هي جامعه عاليه. صار ان هو خلص الماجستير طلع الايه الاول على الايه؟ على الدفعة كلها. بعد ما طلع الأول على الدفعة الجامعات بقى هفتت عليه، بعتوا له هم جوابات، مش هو اللي بيبعت، يقولوا له تعال ادرس الدكتوراه عندنا. عشان راح كده على ما ابتدى يدرس الدكتوراه، وبعدين قال طب وآخرتها ايه؟ صدقني بقول لك بالنص، لا أنا خايف تكون ولا، قال آخرتها ايه؟ بالنص بالحرف كده قال لي ممكن يا ابونا تشتغل فراش في الكنيسه؟ لا لا انا محتاج لايه؟ اكل يعني بس وانام. وفعلا اشتغل فراش في الكنيسه واخرتها بقى راهب يعني. لكن يعني لما بقول ما اقصدش فراش يعني مجرد ان بس هيكنس، ده قصدي اقول هو عاوز يعيش في الايه؟ في الكنيسه. عارفين يا اولاد مين قرا كتاب يسوع المصلوب ده؟ زمان كان ناس، كنا ناس بتقرا يسوع المسلوب ده اللي كتبه شاب بعد كده عمل قسيس كان اسمه ابونا منسى يوحنا، كان عمره 16 سنه بس، هو كان قاعد في الكنيسه فكان طول النهار يقرا في كتب الايه؟ المكتبه بتاعت الكنيسه. مكتبه الكنيسه زمان غير الايام دي، دايما كتب الاباء وبتاع وحاجات زي كده، فقعد يلاقي من هنا ومن هنا ومن هنا، طلع ايه الكتاب الجميل ده للي قراه يعني. لازم تتغرس جوه الايه؟ جوه الكنيسه. احنا النهارده هنتكلم عن الايه؟ الصعود. معلش والمره الجايه بقى بنعمه المسيح حد جاي مش هيبقى فيه اجتماع طبعا عشان نعيد ايه العنصره، لكن بعد كده نبقى نبتدي بقى في حاجه منظمه. لكن هو الواجب اللي هديهولك دلوقتي، مين مش هيعمل واجب؟ يهربوا يعني منه؟ لا ما يقدروش يهربوا. ده داود النبي بيقول من اين اهرب من وجهك؟ يهربوا من هنا يقابلهم ربنا فوق على الرصيف بره، يهربوا يروحوا فين؟ انت ناوي تهرب؟ طيب احنا الواجب بتاعنا صغير جدا جدا بس كبير وبسيط خالص. انا حتى اتكلمت عليه في العشيه امبارح. الواجب هتفتح الكراسه وتلخص لي وتفسر لي، فسر لي بقى، انت بقيت مفسر كبير دلوقتي، تفسر لي ايه هو معنى الصعود في الاصحاحات 14 و15 و16 و17. وانا هبتدي معاك دلوقتي بحته ايه اللي قلناها في العشيه امبارح كمقدمه يعني، مش اكتر من كده يعني، مش انا ممكن كنت ابتدي بحته تانية، لكن عاوز ابتدي معاك من الايه؟ من الاول. ما احنا ما حصلناهاش. شوف هقول لك حاجه، ما تحاولش تصعب السؤال، حاول انت تشوف رد عليه. مثلا هو بيسال سؤال بيقول متى جاء ذاك فهو يبكت على خطيه وعلى بر وعلى ايه؟ دينون. انا مش عاوز ايه اقول لك انجيل يوحنا، انا هبتدي معاك حالا دلوقتي.
انا مش عاوز اجيب لك تفسير، والا انا هتفهم كلامي دلوقتي ان المقصود ان انا ان انت تدور على تفسير يوحنا عشان تنقل منه، وانا واثق الكتاب اللي هتنقل منه في تفسير يوحنا ده كاتب غلط. ده انا بقول لك اهو قبل ما تقراه. لكن اللي انا عاوز، لا ما اقصدش غلط يعني، لا سوري انا ده كبرياء يعني، لكن اقصد اقول مش هو هينقل الروح اللي هيديها لك الانجيل نفسه، ما اقصدش غلط يعني. انت تقرا كده متى جاء ذاك فهو يبكت على بر، على خطيه وعلى بر وعلى دينون، وبعدين يرجع المسيح وراه يقول على خطيه لانهم كذب، وعلى بر لانهم كذب، وعلى دينونه لانهم ايه كذب. تجي انت ناقل التفسير، معلش مش مهم يعني، حتى لو ما فهمتهاش يبقى انت تجهد نفسك وتصلي ربنا يفهمها لك. لكن يعني اللي عاوز اقوله لك ايه، هل الرد على السؤال موجود اوريدي في الانجيل ولا مش موجود؟ يبقى خلاص السؤال مردود عليه. كون انا ما استوعبتهاش، ودي الحته اللي انا عاوز اقولها لكم، اوعى تفتكروا ان الانجيل ده كتاب من كتب مثلا هندسه او علوم او رياضه او بتاع، لا ده كتاب الروح القدس يلهمك ان انت ده. حتى المسيح فسر الايه وانت مش قادر تستوعب، مش قادر تستوعب، وبعدين السنه دي هتستوعب شويه منها مش هديها لك كلها، وتيجي السنه تقراها تقول لا لسه في حته ناقصه، وتصلي تاني ويجي لك. فاهمين انا عاوز اقول ايه؟ اهو هو الرد، تفسير الايه اللي سالها موجود فين؟ في الانجيل، لكن مع كده مش قادر ايه؟ استوعبه. مش لان انا بفهم احسن منه، لا، ما احنا قلنا دي مش معرفه عقليه، لان الروح القدس بيديني وبيديك ويدي ده اكتر منك ويديك اكتر مني، مش مهم. بس اللي انا عاوز اقوله ان التفسير في الانجيل نفسه، متى جاز فهو بكت على ايه؟ على ايه؟ على خطيه وعلى بر وعلى دينونه. على خطيه لانهم ايه؟ لم يؤمنوا. ما دام ما امنوش بيا، بقى ما فيش خطيه في الدنيا تودي في مصيبه الا عدم الايمان بالمسيح. اصلا اللي رفض ياخد المسيح ده ويتحد بيه هيخش السماء ازاي؟ مش دي بلوى اكبر مصيبه، ولا في مصيبه اكبر من كده؟ يعني ممكن تكون في خطيه اكبر من كده؟ يعني لو قلت لي خطيه الزنا مثلا، طب ما المراه الخاطئه يا اخي تابت، طب ما اللي اتجوزت خمسه تابت. فعاوز يوري المسيح ان ايه؟ الروح القدس ده هيبكت على ايه؟ على خطيه. ويحسها امتى الانسان بقى الخطيه؟ مش لازم بس افسر، اطبق على نفسي. امتى الانسان بقى بيحس بالخطيه؟ اول ما ابعد عن ربنا شويه احس ايه؟ حاجه مضايقاني جوه. ده شغل مين؟ ده شغل مين؟ الروح القدس. فواضحه. وعلى بر، لاني ماضي الى ايه؟ الى ابي. لا هو كده. وعلى بر لاني ماضي الى ايه؟ يسوع البار، فرصة العمر ما مسكوش فيه. يعني انت دلوقتي كانت قدامك صفقة تكسب فيها مليون جنيه، وطارت منك الصفقة دي لأن القطر مشي. وعلى بر لأنهم ايه؟ لأني ماضي إلى ايه؟ إلى أبي، وهم مش عايشين. وعلى دينونة، هتبقى دينونة العالم مظبوطة قوي، والروح القدس هيعلنها، لأن الشيطان هيدان على الصليب. المهم ان هو بيقول ايه؟ متى جاء ذاك فهو يبكت على بر وعلى خطية وعلى دينونة، على بر وعلى دينونة. يعني هو فسر لوحده. الصلاة بتاعت المسيح الأخيرة دي اللي هي 14 15 16 17 هتلخصها لي. نمرة واحد، ال 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 يعني ال 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 الباك جراوند يعني، والأساس اللي أنت هتفسر على أساسه، نقطتين دول، إن الكنيسة عن يمين الآب، وأكدت روح الإيه؟ روح الآب. فبس بس مش كده؟
خلاص نبتدي بقى. طب نبتدي بقى. هتجيب كراسه انا كده هجيب. بسم الله ابو الابن وروح قلت ناخد لا تضطرب ايه الله. هو انت ربنا يبتدي كده على طول. اصل الكلام اللي هقوله لكم ده يخوف. يخوف مين؟ يخوف اللي مش ولاد. لكن اذا كنت انت ابن ربنا فعلا مش ايه هتخاف، لان انت في الحاله دي هتبقى ايه مع بابا. هتخاف من ايه؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ بيبي وفي حضن ابوه وفي حرامي حتى في الكهف. هيخاف؟ مش هيخاف؟ ما بيقول لا تضطرب بيه قلوبكم. ففي اضطراب. اشوف مش احنا كنا بنتكلم على الخوف في القيامه كده. هنا بقى في اضطراب سببه ان ايه الواحد مش حاول يقول ايه مش حاسس ببابا. فالصعود كله بيدور حوالين الحته دي، ان انت توصل في الاخر تقول له يا بابا، لان هو هيبعت روح ايه الاب اللي بيسميه موعد الاب ويقول ايه يسكن فيه. مثلا الروح يصرخ جوه ويقول يا بابا الاب، يعني هو اسمه الاب، وانا نقول له يا ابا الاب، يعني يا ابويا الايه الاب. انت ابوك اسمه ايه مثلا؟ انت لا مثلا انت باباك اسمه ايه؟ رفائيل مش كده؟ هتقول له يا ابويا رفائيل مش كده؟ اذا كان باباك ده اسمه الاب هتقول له يا ابويا الايه؟ ادي معنى الكلمه يا ابا الاب، يا بايا يا ابويا الاب. من زمان يقول لك يا ابويا يعني مش كده؟ هو اسمه الاب ملوش اسم تاني. يقول لك واول الولد بقى ما يفهم بقى الاب ده يا سلام يبقى فرحان بقى بابا بيتنطط على كتفه. وكل الولد ما يتعمق في علاقته مع ابوه يبقى ايه فرحان. تلاقي الكلمتين بتتكلم على الفرح كتير. يعني مش عاوز اتنطط كتير بقى، لان انت حتى اولا هتعد لي كام مره اتكررت كلمه الاب او ابي في الاربع صفحات دول. هي حاجة مهولة مهولة مش سهلة يعني. وبعدين هتقعد ده غير التفكير العام، يعني هتقعد تلخص لي ايه اللي عاوز يقول المسيح عن الاب، او ايه اللي جرى للكنيسة من يوم ما اتكلم المسيح عن الايه عن الاب، او من يوم ما اتعطى عن يمين الايه صعد الى اعلى السماء وصعد الى السماء وجلس عن ايه من يوميها حصل ايه للكنيسة. هيقول لك دلوقتي بيقول لهم لا تضطرب قلوب. انتم تؤمنون بالله فامنوا ايه بيا. في بيت ابي منازل كثيره. طب حلو دي الطب، يعني مجهز لنا مكان فوق. قال طيب وانا هنعمل لنا ايه يا يسوع؟ قال انا ماضي لاعد لكم مكان، وان مضيت واعددت لكم مكانا اتي وايه اخص. على طول كده تقول يبقى هو راح فوق لازم ايه هيعمل ايه اوض كده، وبعدين لما تموت انت روحك تطلع فيجي الاب فيجي المسيح ياخدها ويحطها في الفردوس. بلاش نقول اوض، حطها في الفردوس مع الايه مع اللص اليمين. لا احنا مش هنروح مع اللص اليمين، هنروح احسن من كده كمان. اللص اليمين كان على قده، قال له اليوم تكون معي في الايه الفردوس، كان يدوبك لسه الصليب خلص. لكن احنا مش هنروح للفردوس بس، هنروح اكتر من كده. يقول انا ماضي اعد لكم مكان. ايه مكان ده؟ مكان مادي؟ اولا دي روح ملهاش مكان مادي، صح ولا غلط؟ امال ايه المكان ده؟ المكان ان الكنيسه هتبقى عن يمين الايه على يمين الاب. فلو المسيح طلع هو جسم الكنيسه، هو راس الكنيسه بجسمها، وطلع عن يمين الاب، يبقى اعد لينا ايه مكانه. يبقى المكان اعد ولا لسه هيعد؟ اعد اوريدي خلاص خلص. لكن انا لسه روحي ما طلعتش مني، انا لسه على الارض، لكن مكاني خلاص اتعد وانا قاعد فيه هنا فوق سواء هنا او فوق. عشان كده حكايه روحك تطلع دي وتموت دي مش موضوع مهم. تموت انت عندك 10 سنين سنه 50 سنه، مش ده الموضوع المهم. ربنا ليه حكمه في ايه كانت العمر دي مش ما نتخش فيها. واحد ربنا عاوز يقعده كتير، واحد مثلا عاوز يموته عشان يدي درس للناس،
يمكن هو ما عملش. قال له يا ابراهيم خد ابنك اسحاق وايه واذبح. طب وذنب الولد ايه؟ وتقعد تقول لي ذنبه وذنب. ده بيدي درس للاجيال كلها مش كده؟ لغايه النهارده انا يعني دايما كل مره حد يموت اقول ده مات ليه؟ لازم مات عشان حاجه معينه. مره كنت بعمل اكليل لواحده هنا كانت وحيده ابوها، كان ابوها فرحان قوي قوي. وبعدين ايه وهي قاعده على الكرسي دهوت، واي واحد كيف ودي قال لي ابوها مات ورا في اخر كليل. نفس الايه الاكليل. مين فاكر الحكايه دي؟ محدش فاكر. هي حتى سافرت بره. ابوها كان فرحان قوي وكان يعني مبسوط، وبعدين وهو فرحان وبيسلم على الناس وقع هنا مات. فانا داريت كده وكملنا الاكليل وايه. وتاني يوم برضه هو جه في الايه في الجنازه، مطرح ما هي كانت ايه كانت قاعده في نفس الايه الحته دي، وهي قاعده في الصف بتاع الايه المدعوين. ايه عاوز اقول ايه؟ ليه حصل كده؟ ليه ربنا عاوز يعمل كده؟ ده يفيد ولا ما يفيدش؟ انا بديك مثل من الامثله الصغيره يعني، لكن لازم ربنا بيحب يعمل حاجه. طب الواد الصغير ده تعذب ليه؟ والواد الكبير ده والشاب ده فرع عن شباب وما تمتعش بالدنيا والكلام الهجرس ده اللي بنحن نسمعه؟ لا، ده ربنا ليه ايه ترتيب وبيعلم الناس وغايه ربنا وصول النفوس كلها للسلام. هنسيبنا من الحته اللي هي السطحيه دي، نخش في الموضوع بتاعنا. انا ماضي اعد لكم ايه مكان. هتعدوا ازاي؟ هل هطلع واخد الكنيسه احطها عن يمين الايه؟ عشان كده قال لمريم لما جت تلمسه قال لها ايه؟ قال تلمسين ليه بس يا يسوع؟ ده انا بحبك وانت بتحبني. قال لها لاني لم اصعد الى ايه؟ الايه دي فيها شرح كتير جدا جدا. يقول لك لمسته بعدين ولا لمستوش بعدين، مالناش دعوه لمسته ولا ما لمستوش، لكن هو الرد. انا عاوزك في الانجيل تاخد الرد وتمسك فيه، مالكش دعوه بالمفسرين كتير. قال لها ما تلمسنيش لاني لم اصعد الى ايه؟ يبقى قال السبب ولا ما قالوش؟ قال. كونك انت ما انتش قادر تفهمه ده موضوع يختص بيك انت، لان انت لسه الروح القدس ما فتحش ذهنك لادراك الايه الايه، فما تروحش تدور لي على تفسير تاني. فالايه مش ممكن هيكون لها تفسير تاني. هي السبب هو اللي قاله المسيح، لا يوجد سبب ايه اخر ولا في سبب تاني. يقول لا لم اصح، لان انت حاجه وانا حاجه واحنا الاثنين لا انت فيا ولا انا فيك. لكن انا دلوقتي لما انا اصعد بالجسد اللي انا اخذته منكم في يمين الاب، هتبقى انت في يمين الاب، يبقى خلاص بقينا احنا الاثنين ايه واحد. يبقى انت فوق المسي فيا وعيش فيا على طول. مش تلمسي ده، انت هقول لك اثباتي فيا على طول كمان. تلمسيني كده وخلاص. فاعد مكان ولا ما عدوش؟ خلاص يبقى فهمنا. والمكان ده فين؟ عن يمين الاب. يمين الاب عند بابا. و... وهناخد هناك ايه؟ ادينا روح. برضه كان في تلاميذ كده مش قادرين يفهموا زينا احنا دلوقتي. حيث اكون انا تكونون ايه؟ انتم. شوف بقى الخطه بتاع المسيح كمان لما في اخر الاصحاح 17 بيقول له ايها الاب اريد ان هؤلاء يكونون معي حيث ما اكون ايه؟ انا. فهو دلوقتي بيقول حيث اكون انا تكونون ايه؟ يعني ايه؟ ما خلاص، ما انا قاعد عن يمين الاب وانتوا هتبقوا فين؟ هنقعد في حضن بابا على طول. هو في عز اكتر من كده؟ ما قعدنا حتى ولد الرسول يقولوا اصعدنا معه. انا ماشي ايه ايه خلي بالك، وتعلمون حيث انا وهتعرفوا كل حاجه بقى. بس العمليه سهله خالص. بيني وبينك انا بنتكلم في اسرار الهيه خطيره جدا محدش عايز يفهمها بره خالص، لكن بنتكلم منها لاننا بمنتهى البساطه لاننا صرنا اولاد. ساعات الاولاد في البيت يعرفوا اسرار البيت الدقيقه جدا، والجيران اللي بره ما يعرفوش حاجه. كده مظبوط ولا حاجه؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ فاحنا فاهمين اسرار كتير خالص. يبقى نقطه تانية، عرفنا هيعد المكان ازاي. نمره 2، حيث اكون انا تكونون انتم ايضا ازاي. نمره 3 دلوقتي مثلا، يعني انا معكم كل الايام ولا انقضاء الظهر. فهمت ازاي دلوقتي؟ كنا فاهمين معانا كل الايام وانقضاء الظهر يعني ايه؟ لو تحدث مشكله نقول له يا ربي جينا بسرعه زي ما رجرجس كده مثلا. لا، ده موضوع تاني خالص. وتعلمون حيث انا اذهب وتعلمون الطريق. بس بسرعه توما قال له وقف يا رب عند كده. احنا عرفنا ان ده
قول لنا ايه هو الطريق ده بقى، دي عاوزه شرح طويل. قال له الشرح بتاعها في كلمه. قال له انا هو الايه الطريق. الطريق بقى انا بقول لك تقول لي الطريق، تقول لي انا هو الايه الطريق. ما تدورليش بقى على اي سكه تاني. طبعا هو ده الطريق، هو نزل من السماء واخد جسد. انا كل ما اثبت في المسيح ابقى عرفت الايه الطريق، ما اثبتش في المسيح يبقى مش هكون عن يمين الآب. صح ولا غلط الكلام؟ يبقى دي عاوزه شرح ايه. هو اشكال الانجيل شده بساطته، دايما الحاجه البسيطه قوي تبقى صعبه قوي للناس اللي مخها تعقد بمشاكل العالم دلوقتي. لان دلوقتي انت اخدت كل حاجه عاوزه شرح ايه باب بحاله. احنا عاوزين واحد يكتب لنا باب او كتاب عن انا هو الايه الطريق، لكن مش عاوزين المسيح يقولها كده بسرعه، يقول له ورينا الطريق، يقول له انا الطريق. خلاص روح اثبت في المسيح تبقى عرفت الطريق. ايه بقى اللف والدوران ده والانسان يتوه نفسه؟ لان هو ايه، هو مراوغ البني ادم ده، مش عاوز يوصل. وبقول له انا الطريق، قول له طب وصف لنا الطريق. عرفنا هو الايه الطريق. والطريق لايه يا اولاد؟ لايه؟ للابوه. احنا قلنا هنفسر الاصحاب دي على اساس كده. الطريق لايه؟ لروح الاب اللي يسكن فينا. الطريق لاني مشوار، مش الطريق ده مش يبقى ليه بدايه وليه نهايه. البدايه اهو، الطريق ده يوصل فين؟ قال يوصل لحضن الاب يمين. طب وفين هو؟ او سخن قال انا هو كده. طب ايه وراها على طول؟ هذا تفسير، ليس احد ياتي الى الاب الا ايه الذي. عاوزين تفسير اكتر من كده؟ ها طب نشوف الايه اللي بعدين. لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم ابي ايضا. يبقى يعرفوا ربنا ازاي؟ بالمسيح. مش ممكن من غير المسيح يعرفوه؟ لا يعرفوه ازاي يعني؟ يعرفوه ازاي اذا كنت انا مش ابن اعرف ابويا ازاي؟ هات لي واحد من الشارع كده دخله عندكم البيت وقول له، قول للراجل ده يا بابا، قول له بس ازاي؟ قول له ده طيب وكويس، ما يكون مش ابوه. مش كده مظبوطه ليه؟ تقدر تلخبط عيل في ابوه يا اخويا، يبقوا قاعدين 10 12 واحد كده اولاد بيعيط، اول امه هتاخده يسكت. معلمها عارفه ده ما طلعش من البيضه ليه؟ ده عارف الايه؟ الطريق. وبعدين المعرفه بتاعه ربنا، عشان لما انت بتقرا بقى متى جاء ذاك في الاصحاح 15 في 14 في اخر 14 15 يعلمكم ويرشدكم الى ايه؟ مين اللي هيعلم بقى في المسيحيه؟ التعليم يجي ازاي؟ هو الاب يعلن لي ايه؟ ابوته. الاب كده يجي ماسك البيبي الصغير يجي واخده في حضنه كده ويتك عليه كده، الولد يحس بالايه؟ ببابا. دي بقى ما يتعلموهاش في الكتب بقى، مش ممكن يتعلموها ازاي دي. فقال ايه؟ لما تجازاك فهو ايه؟ يعلمكم ويرشدكم كل حاجه. الناس بقى اللي في العالم مثلا زي عند اخواننا المسلمين وكده، معرفتهم منين؟ يقول لك من اهل السنه والاجتهاد في التفسير والكتب ملهاش بقى ايه اول ولا اخر، وقد ما تقرا كتير تعرف عن ربنا ايه كتير. وعندهم مثل يقول لك ربنا عرفوه بالايه؟ العقل. طبعا عقل ايه ده؟ ده العقل ده بيودي في داهيه. العقل يعرف ربنا؟ ما ربنا عرفوه ازاي؟ ده ربنا اللي عرفنا بايه؟ روحه بقى ويعرفه. يعني تعرف ربنا يعني شكله طوله عرضه؟ دي طبيعة الاب ما يعرفهاش غير روح الاب. ده طبيعتك انت ما يعرفهاش غير روحك اللي جواك. فالاب ايه؟ يسكب روحه. فايه؟ تبتدي المعرفة تملى ايه؟ تملى حياتنا. يبقى احنا بناخد المعرفة منين؟ من روح الاب. وروح الاب ياخذ مما المسيح ويعطيكم. فهمت الايه دي؟ هتتكرر هنا. طيب والان تعرفونه وقد رايتموه. فيلبس قال له لغايه كده بقى وقف. وقد رايتموه، قال تكلم على الاب ولا شفناه؟ فقال له انا معك كل هذا الزمان يا فيلبس ولم تعرفه مره. افتكرت بقى حكايه اللي بيقولوها ديت لم يلد ولم يولد وبتاع، وان ملوش صديقه والكلام ده. ما هو لازم لو فسرت ده بالعقل البشري تبقى كده، ما دام اب يبقى متجوز وعنده ابن على طول كده.
ولا عاوز لهم يعني هم مظلومين بالصراحة لما بيقولوا كده هم ايه مظلومين، لان انت لو تاخدها بالمفهوم البشري او تشغل المخ ده عشان تعرف ربنا بالايه بالعقل تيجي كاتب صورة زي اللي اتكتبت دي على طول على طول. لكن المسيح بيقول لهم عن طبيعه الاب الابوه، من رآني فقد رأى الايه الاب. انا معك كل هذا الزمان انت عارفني، صدقوني اني انا في الاب والاب ايه في. طب نشوف ايه كده، الاعمال التي اعملها يعملها هو ايضا من يؤمن بي ويعمل اعظم منها. لا ما نقطمش الايه كده، شوف بقيتها بيقول ايه، لاني ماضي الى ايه، يعني ما كناش نقدر نعمل اعظم من الاعمال اللي عملها المسيح قبل ما يروح للايه للاب. يعني ايه ما هي كده، الاعمال انا اعملها تعملوا ايه اعظم منها. طه لا كده يبقى نقص، يبقى البني ادم يعمل اعمال احسن من المسيح. لا لاني ماضي الى الايه الاب، اتفسرت بقى لاني اخذت الكنيسه وحطيتها عن يمين الايه الاب، وبقت في مواجهه الاب والاب هو بيعمل بيها وروحه فيه، يبقى الاعمال كلها اعمال الاب واعمال ايه الروح القدس اللي موجود فيه، ودي اعظم الاعمال اللي عملها المسيح. طبعا اعظم، تقول لي ازاي كده بس يا ولد، اقول لك كل الاعمال اللي عملها المسيح كانت على مستوى ايه، مستوى كان عايش على الايه على الارض وبيروح يخفف فلان ويش فلان، لكن لما هينقل الكنيسه وهو راس الكنيسه وينقل فوق، الاعمال اللي هتتعمل فوق هتبقى على اي مستوى بقى، على مستوى ايه سماوي روحاني بقى، اعظم ولا مش اعظم، ولا مش معايا في الحته دي. ده مره عشان اوري لك العظمه بتاعه الاعمال اللي فوق، ده مرة أخذهم لجبل عالي وظهر بمجده، بطرس خلاص قال له مش عاوز أنزل تاني، كان بيقول له ما تصلبش، قال له جيد أن نكون ها هنا، قال له لا ده أنا بس بوري لك إيه، فإذا كانت الأعمال الإلهية عن يمين الآب الكنيسة هتعيش على هذا المستوى، تبقى مش معقولة يعني، تبقى أعمالها أعمال إيه؟ عظيمة بحق يعني جدا، هنبقى مش زي أعمال الرسل، بقى أعمال الرسل بعد يوم الخمسين بعد الصعود والخمسين زي الاعمال الاولانيه. طب الرسل نشروا الكرازة بالمسيح اكتر من ايام المسيح، حصل ما حصلش، حكايه المسيح اوم لعازر واوم بتاع، طب ما بولس الرسول اوم افتيخو الاخر يعني الكلام ده، لكن الاعمال اللي اتعملت بعد كده اعمال مش معقوله، اعمال الهيه جباره، 3000 واحد واقفين ويجي الروح الداخل على مستوى الهي بقى داخل كل القلوب ديت ونخس ايه، اقول لهم وريني نخس القلب ده يبقى ازاي، ما دي ما سمعناش عنها قبل كده، نخس القلب ده 3000 واحد ونساء واولاد تانيين والروح يجي ايه داخل وايه ونخس. ده عمل عظيم ولا مش عمل عظيم؟ ده عمل الكنيسه الممجده بقى فوق السماء دي، وكان بيديهم قوه مؤقته كده، مش فاهمين يعني، حتى من ضمنهم كان يهوذا برضه، واخراج الشياطين ده بسيط برضه، طبعا دي قوه الهيه كان بيديها، لكن الكنيسه الممجده دلوقتي اصبحت كنيسه ضخمه جباره، كنيسه الشهداء وكنيسه القديسين وكنيسه السواح وكنيسه، لما تقرا الحاجات دي ساعات ما تصدقهاش كده، يعني كنيسه اشتغل بترتيب تاني، حرك من فوق في السماء، وزير كنداكة وزير الحبشة القصي ده قال ايه، جاي يزور اورشليم وبعدين يركب مركبة ويمشي، وبعدين الروح يشيل فلوبس ويحطه قدام الايه المركبة، وبعدين يركب معاه يقول له لازم المركبة ديت، وبعدين يركب معاه، وبعدين يكون التاني بيفتح سفر اشعياء، طبعا فلوبس فاهم بيعمل ايه مش كده، شغل على مستوى ايه؟ على مستوى، ولا تقول لي كاس العالم اللي بينقله القمر الصناعي ده، كاس العالم ده يعني من بلد لبلد، الارجنتين قريبة ايه واحنا شايفين اللي فيها ايه، لكن ده نقل الراجل من هنا وخلاه يفتح سفر ايه اشعياء ويقرا في حتة ويطلع له ويجي له فلوبس
ويقول له بتعرف ايه؟ يقول له بعرف كده. يقول له طبعا انا هفهمها ازاي؟ يقول له انا جاي عشان اقول لك اهو. يقول له طب ما فيش ميه؟ يقول له ما الميه تحت رجلينا اهي، احنا قدامنا ميه. يقول له طب اعتمد. وبعدين يعتمد، وبعدين يبص ما لقيش فلوس. يعني انا مش بقول لك كده عشان لكن صدقني صدقني الكنيسه لغايه النهارده بتعيش بالمعين بالحاجات دي. وانت بتحس يا ناس كانوا بعاد عن ربنا، بص لهم جم كده بطريقه ما كانتش جوه ايه مخك ولا محسوبه خالص، ها، وشاول وغيره وغيره. لا انا عاوز اقول النهارده يعني كمان، يعني مش بس بحكي على الكلب. فالاب السماوي بقى بيشتغل ايه؟ يعني ده لو اب عنده ولدين مثلا زي ابوك كده ولا بتاع، يقول انا تعبت قوي وسهران عليهم ليل ونهار وبتاع، مش كده مظبوط؟ ده الاب السماوي ده بقى بيشتغل ايه؟ ولا تقول الكمبيوتر ولا الكون ده كله بقى اللي قرا كتاب بس بالذات يقول لك مستعد يغير جبال ويشيل ويغير قارات ويلغي ويحط ويعمل براكين عشان يوصل نفس الحاجة. وبعدين تبص تلاقي الترتيب ايه؟ يمكن بيرتبه من 100 سنة، يعني 100 سنة من عنده مش مهم قوي. يعني عايز اقول ويمكن الخصي وزير كنداكا ده مترتب انه يامن عشان لما توما يروح لما متى يروح الحبشة، او لما بعد كده يروح اللي كانوا ايام اسانسة الرسول دولت، يمكن لها برضو علاقة ما نعرفش، مش كده ولا مش مظبوط؟ ها؟ نعم؟ على مستوى كبير بقى، اب بقى كبير بقى، اب بقى يعني سهران، يعني انت من يوم ما كنت بيبي كده وابوك قاعد يرتب فيك وفي مستقبلك وفي حالك وفي احوالك وده قاعد يرتب في مستقبل الايه؟ الكنيسه بقى، الكنيسه بالذات يعني اللي من اجلها هو ايه؟ يعني ديت لحمه وعظمه يعني. مهما سالتم باسمي لذلك افعل. طب احنا ما كناش بنسال باسمك قبل كده؟ طب هتفعله ايه؟ كل حاجه نطلبها تفعله؟ قال اه. طب ليه؟ ليتمجد الاب بالايه؟ بالاب. يتمجد الاب بالاب؟ قال اه، عشان كده هو يجيب لنا كل طلباتنا. اصل المسيح لما طلع السماء وطلع واخد معاه الكنيسه بقى اللي هي ايه؟ مفديه بدمه، فكان ايه؟ زي واحد طالع ايه؟ منتصر بقى. فيتمجد الاب لانه لما بعت الابن فالابن نزل وطلع بحصيد ايه؟ بحصيد كبير. فتمجد الاب بالابن، فكل الطلبات بتاعتنا بناخد بتبقى تمجيد للاب للاب بالابن. تتخيل هذا؟ يعني ايه مثلا؟ افرض انت طلبت ربنا يديك بركه معينه، بركه روحيه، واديها لك الاب، هو تمجد، هو تمجد في الاب. اصل انت عضو في جسم الايه؟ المسيح. فلما العضو ده بقى عضو صالح وبيطلب طلبات روحيه فده مجد للاب. شوف انت حته الولد الحقير اللي ما تساويش 2 مليم اللي تعبان بالخطيه وحالتك حاله، باتصالك بالمسيح وبثباتك فيه يتمجد الاب بالاب. تتخيل هذا؟ اما احنا دخلنا بقى ايه؟ ابوه بقى. وكل ما العيال يبقوا عيال فالحين ونافعين يجيبوا الكلام الكويس لابوهم، كل ما العيال يبقوا خايبين يجيبوا الفضيحه لابوهم، صح؟ حتى لما يطلع ولد وحش يقول لك شوف المسيح، اول كلمه يقولوها انت، ها كده. ولما المسيح يقول يرى الناس اعمالكم الصالحه يمجدوا ايه؟ ده انا الحقير همجد ربنا وناقص مجدي، لان انا منسوب لمين؟ المسيح. يتمجد الاب بالايه؟ بالاب. بس تمشي بقى كده ايه ايه كده هتلاقي حاجات حلوه وجميله جدا 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 جدا. بعديها يقول لك ايه؟ لا اترككم ايه؟ يتامى. عرفنا بقى كلمه يتامى يعني ايه؟ يتامى يعني واحد ملوش اب ولا ام. ما هو البشريه من غير ما تعرف الاب تبقى ايه؟ تبقى يتيم. فالمسيح اخذ البشريه وحطها في يمين الاب، والاب ادانا روحه الايه؟ روح الابوه، فبقى عينا لنا اب. بقى لنا ايه؟ والاول ما كانش لنا ايه؟ اب. وبعدين هيتك كتير جدا
على ان الابوة بتاعت ربنا دي اساسها الحب او المحبة. عشان كده اتكلم عن المحبة كتير خالص. الذي يحبني يحبه ايه؟ ابي. وعليه نأتي وعنده نصنع منزلا. ربنا يدينا نعمة ان احنا نكمل المرات الجاية. ده في اخر الصلاة بتاعته يا نهار ابيض على الكلام، يقول له عاوز الحب اللي انت دهتهوني يكون كله ايه؟ طب وانا اخد حب الهي وانا ربنا؟ من انا حتة صعلوك صغير لكن ايه؟ عضو في جسم الايه؟ جسم من المسيح. فانا حب الاب في المسيح اهو بينبني منه ايه؟ بينبني منه حتة مش كده؟ على قد يعني اكثر من استحقائي واكثر من الايه؟ من طبيعة البشرية، مش من حقي كإنسان بشر ان انا اخد، لكن اهو باخد بقى باخد كده اوكازيون يعني بلاش. يعني أنا معناه بس مثلا يعني مثلا عشان مثلا خطيئة آدم مثلا وطلع. لا لا ملوش أب. لا لا مثلا عشان مثلا وقع على خطيئة آدم. لا بعد ملناش أب. طلعنا منيها فزي ما نقول كنا يتام مثلا. طب اسمع أنت لما بتصلي بتقول أبانا الذي في السماء، أبانا الذي في السماء. لو كنت صليت مثلا بطريقة ثانية وقلت له إيه؟ يا الله العظيم القدير. تعرف القعدة هو ليه كم اسم ربنا عندهم؟ 99. من ضمن الأسامي بتاعت ربنا عندهم إن هو الإله المتكبر. أيها الإله المتكبر العظيم. مرة دخل بولس لهم بيصلوا كده قال لهم أنتوا بتعملوا إيه؟ أهو قالوا له ربنا يا ربنا اسكت يا ربنا ده صعب قوي بتاع. هيخوفوه قال لهم ده إله مجهول، تعالوا أحكي لكم عنه ده أب حلو قوي. أول ما عرفوا أب قالوا أخ لقينا بابا خلاص. فكانوا ضايعين. قبل ما يعرفوا بابا يبقوا كانوا ايه؟ يا سلام. هما مش عرفوه، هو ما كانش لهم اب خالص، ما ينفعش يبقى لهم اب الا لما يثبتوا في المسيح. المسيح ياخد الجسد ده ويطلعه عن يمين الاب، ولما يبقى عن يمين الاب يبقى ياخد من ايه؟ من ابوه الاب. مش كده؟ خلاص حتى كملوا الاربع صفحات. هو واجب صعب بيني وبينك بس قدامكم 15 يوم. من الحد الجاي ما فيش. انت غصب عنك هتلاقي كده. لا يعني لو انت غصب عنك هتلاقي كده. لو احنا عارفين حتى قد كده كلها طلعت الاب 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 الاب. المسيح بيديهم بقى الايه؟ خلاصة الايه؟ العملية كلها اللي جاي من اجلها للعالم. نعم. نعم. ما هي مبادئ اسس التربيه في الايه؟ العفه. العفه يعني الطهاره مثلا، يعني عشان الافكار الشريره والحاجات دي كده. ده موضوع يعني اصل اقول اتفضل اقعد. الافكار الشريره والحاجات دي طبيعتنا، خصوصا احنا كلنا شبان يعني، دي ملهاش حل اعتقد يعني، ولا لها مبادئ، ولا لو قريت كتاب عن العفه هتوصل للنتيجه برضه، لان دي طبيعتك اوريدي هتفلت منها الا بحل واحد. اذا كان هو بقى اللي ايه؟ يدي لك الايه؟ القوه الغير الايه؟ العاديه دي. طب ويديها لي زي يديها لي كابنه. عشان كده بيقول لي الان لم تطلبوا شيء اطلبوا تاخذوا كي يكون فرحكم ايه؟ كاملا. ما انا بقيت عضو في جسمه. فموضوع العفه ده من اختصاص المسيحيه فقط. تاخد بالك ازاي؟ لان قوه الهيه بتنصب في الانسان الايه؟ المسيح. اما كون الفترات اللي انا فكري بينحدر فيها للعالم، لان انا بنزل عن مستوى بنوتي للاب الايه؟ السماوي. هو هديك مثل عامل وهتجربه فعلا يعني. خد الاسبوعين دولت ان شاء الله تقعد كل يوم 5-6 ساعات تفسر في الاربع صفحات دولت وتكتب فيهم عن الاب والبنوه والحل اللي انت فيه. لغايه لما فكرك ده يتمسش منك ويبقى عن يمين الايه؟ الاب. مش هتلاقي وقت تعمل فيه افكار شديده. صحيح؟ كده؟ زي ايام الامتحانات يا ابونا مثلا. زي ايام الامتحانات مع بعد الفارق بقى. ما طبعا. ايام الامتحانات دي بتبقى عباره عن حرب نفسيه، فانت بتتسرق لحاجه ثانيه. لكن انت فعلا بنطلعك فين؟ فوق عن يمين. وبعدين هو بيديك قوه، فعلا بيديك قوه، مفيش شك. وبعدين تبص تلاقي الله
ده موضوع الآفة ده موضوع سهل قوي قوي. يلا ايه اللي جابه كده بالبساطة دي؟ مع ان انا دخت فيه. ممكن ربنا يسيبك يدوخك شوية وبعدين يدي لك تركة. طب ده كده مرة واحدة ولا كده مين انا؟ مش من طبع؟ يلا بينا نصلي. لأنك تعرفنا ذاتك به بالليل. أعطيني يا ربي أن أعرف المعرفة الحقيقية. أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. أن نعرف الطريق وأن نثبت فيك وأنت فينا. حتى ما نستطيع يا رب أن نختبرك ونحيا فيك. فتحيا فينا ونصير كلنا واحدا يا رب. بارك يا رب على اجتماعنا. ثبت كلامك يا رب في قلوبنا. أعطينا يا رب أن نتمسك به حتى نستريح. نعم يا رب بارك الصلاة بين القديسين. تفاعل الشهيد العظيم مريم في هذا المكان الطاهر. وأمنا العذراء طاهر مريم. استجب لنا واسمعنا يا رب ارحمنا حينما نقول بالسكرية بين المسلمين.